لا يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً عند الإناث لأسباب وراثية أو هرمونية أو لتغيير أنماط الحياة. للكشف المبكر عن المرض وأسبابه وكيفية العلاج والوقاية منه نحكي عنه أكثر مع الدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا فيكي. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك يسعد دكتورة. صباحك، ضلوا بخير. يعني بالشهر الوردي ولابس وردي، الله يبعد المرض عن كل الناس. تسلمين، ضلي بخير. أكتوبر شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي طبعاً، وهلأ بتصير حملات توعية وحملات مجانية خاصة بكل المحافظات السورية بكل المراكز الطبية للفحص المبكر بعيد الشر عن سرطان الثدي. خلينا بالبداية نحكي إمتى لازم نفحص، ومين وين وكيف، وشو الإحساس يلي لازم نحسه لحتى نحن نقول إنه نحن فتنا بمرحلة الخطر لحتى نروح نشيك على حالنا. تمام. هلا سرطان الثدي للاسف هو من اكثر الاسباب للوفيات شيوعا عند النساء، يعني هلا تراجع شوي نسبه لسرطان الرئه باعتبار انه زاد التدخين بين السيدات، بس هو من اكثر الاسباب اللي بتؤدي للوفيات. هلا اهم شيء انه نحن في فئات عاليه الخطوره انه نحن لازم ندور عندهم عن سرطان الثدي، هن اللي عندهم عوامل وراثيه خصوصا قرابه درجه اولى، نحن بنحكي يعني الام، الاخت، الخاله، العمه، هدول لازم يبلشوا بالفحص المبكر. الخاله ولا العمه؟ الخاله والعمه. اثنين طبعا تعتبر قرابة درجة أولى سواء كانت الخالة أو العمة، فهدون من عمر 35 نحن بنعتبر أنه منبلش نحن نعمل فحوصات. طبعا أكثر شيء أنه ممكن الإيكو هو الأهم بالفحص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو الفحص الذاتي، يعني أنه المريضة كل دورة باليوم الخامس من الدورة مشان ما يكون في عندي احتقان بالثدي، لأنه أي احتقان بالثدي ممكن يضيع أي معالم كتلة تكون موجودة أو يعطيها معلومة غلط أنه في كتلة موجودة بالثدي بس هو ما بيكون في شيء. فمن عمر 35 منبلش ندور عندهم لا سمح الله عن سرطان الثدي. بالفئات العمرية الثانية بعد الأربعين ما بيجي سرطان الثدي بالأعمار الصغيرة، أحيانا بتجينا بنوتات صغار عمرهم 25 و30 عم بيعانوا من آلام بالثدي، هذه آلام دورية احتقانية قبل كل دورة طمسية هي ما لها علاقة بسرطان الثدي. بنبلش بعد ال 35 بالفئات بالأعمار مثل ما حكينا إنه اللي عندهم عوامل خطورة، وبعد الأربعين اللي عندهم ما عندهم عوامل خطورة. طبعا أهم شيء هو بسرطان الثدي الكشف عن كتلة بالثدي، يعني أهم الأعراض اللي لازم ندور عليها هي كتلة بالثدي. اي كتله بالثدي شو ما كان حجمها انه المفروض فورا نعمل الثدي. فينا نقول من القبط ممكن هلا هيدي بتجي مع اعراض بتصير متطوره اكثر، يعني بيكون تطور سرطان ثدي ووصل لي لمرحله متطوره اكثر لما بتظهر عندي عقد تحت القبط. هلا كثير بنشوف بتجينا استشارات انه في عقده تحت القبط بدون ما يكون في عندي كتله بالثدي، فهيدي غالبا بتكون التهابات او غدد لمفاويه. تماما، يعني بس هي التهابيه، يعني ما بتكون لها علاقه بسرطان الثدي. لحتى نوصل لمرحله انه يكون عندي عقد قبطيه مجسوسه عند مريضه سرطان الثدي بيكون وصل لمرحله متقدمه، بيكون صار في عندي تغيرات بالثدي اكثر، زياده بحجم الثدي، تغيرات بلون الجلد، انكماش الحلمة ودخولها لجوا، فهيدي التغيرات بتظهر قبل ما تظهر عندي انه هيدي العقد اللي موجودة بالثدي. طبعا هون بنكون مثل ما قلنا وصلنا للأسف لمراحل متقدمة أكثر، كل ما كان الكشف مبكر أكثر كل ما كان العلاج أنجح ونسبة الشفاء أكبر. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة اليوم، قديش أهمية الكشف المبكر يمكن بتخلي العلاج للمريضة أسهل وممكن تشفى بشكل كامل، لأنه هي الثقافة للأسف ما أنا موجودة عندنا بشكل كتير كبير. مع حملات التوعية المستمرة من خلال وسائل الإعلام عم نحاول بشكل مستمر نسلط الضوء على هذا الموضوع، إنه هي يمكن لحظة لما يتم الكشف بشكل مبكر ما بتخسري فيها حياتك. تماما، هو الكشف يعني حملات التوعية كتير عم تفيد، بس خوف المريضة من أنها تسمع كلمة أنه هذا سرطان ثدي هو اللي عم بيخليها تتردد أنها تروح. طبعا لما بنكشف أكيد بمراحل مبكرة ممكن تكون العلاج فقط باستئصال حالات تم شفاء، يعني كتير من خلال كتير، فهي كمان عامل تحفيز نوعا ما، وممكن يكون فقط باستئصال هو الكتلة وما حواليها، نحن نطمن أنه أوكي بشوية علاج شعاعي وخالصين، يعني ما نخضع لا علاج استئصال ثدي كامل ولا لا علاج كيماوي بعدين مع أعراضه الجانبية وتساقط الأشعار والحالة النفسية السيئة ممكن تدخل فيها المريضة. يعني احنا ممكن كثير ما نوصل لهالمرحلة، بس خوف المريضة دائما انه هي الكتلة تطلع سرطان ثدي هو اللي بخليها تتردد. دائما بنأكد لهم حتى بزياراتهم الدورية انه ما تخافوا، بس ينكشف بشكل مبكر فانه اكيد العلاج ناجح والشفاء كثير نسبته عالية، وحتى امكانية الانجاب بعدين انه كمان واردة. فان شاء الله انه دائما
شو ما كانت، بس حسينا باي كتله مجسوسه بالثدي انه فورا نحن نراجع الطبيب. طبعا والاهم نحن بالفحص الذاتي عند المريضه لما بتفحص عن سرطان الثدي ما تفحص الثدي بهذه الطريقه، لان هي راح تحس غدد الثدي على شكل عقد او كتل، فالفحص لازم يكون تماما بالراحه الاصابع ونجس فيها. ومثل ما حكينا باليوم الخامس من دوره تمصيم مشان ما يكون عندي احتقان بالثدي، كمان يعطيني احساس غلط انه فيه كتله بالثدي. دكتورة، في كتير إشاعات أو في كتير حكي نسمعه بين يعني بحياتنا العادية، مثل اللي عنده الصبية اللي عندها ليف بصدرها ممكن الليف يتحول إلى سرطان، الأدوية الهرمونية ممكن إنه هي لا بعد وقت تعمل سرطان ثدي وإلى آخره. يعني في كتير من الأقاويل هي يمكن هلأ عم تزيد نتيجة كمان الفاست فود واللايف ستايل الغلط يلي عم نتبعه بكل يوم. حياتنا اليومية هي كلها غلط، لا في رياضة تماماً وأكل جاهز تماماً وأكل كله هرمونات يعني عم يكون. خلينا نحكي، هل هاي العوامل هي ممكن تؤدي إلى سرطان ثدي؟ هلا اول شيء كليف، انه ليف صغير موجود عند بنات صغيره، بعمار صغيره تمام موجود، طبعا موجود، ممكن تكون كيسه صغيره سليمه عاديه، انه هي توسع بالاقنيه الحليبيه انه تعمل لي كيسه صغيره، وبالتالي هيدي كيسه سليمه نحن بنقول لها راقبيها كل 6 اشهر، اذا وصلت اكثر من حجم معين ممكن تزعجها كحجم فنحن ممكن نشيلها. كليف صغير كمان انه ما في اي اشكاليه منه. هلا في مرض اسمه داء ليفي كيسي، يعني انه بيكون في عندي عده كيسات عده الياف موجوده، طبعا كمان ما بيظهر باعمار صغيره، هذا كمان بده مراقبه ومتابعه لانه ممكن يصير في عندي تحول. هلا نقطه كثير مهمه مثل ما قلتي انه طبيعه الحياه قله الرياضه، طبعا الرياضه بتحمي كثير من موضوع سرطان الثدي. السمنه من العوامل المؤهبه لسرطان الثدي، لانه بالنسيج الشحمي بتشكل هرمون الاستروجين واللي هو بيزيد من خطوره سرطان الثدي. طبعا التعرض للادويه الهرمونيه، يعني بتقلك حب المانع، انا فيني اخذ حب مانع هو فيه استروجين وبروجسترون، حب المانع يعني ارتباطه بسرطان الثدي نوعا ما اخف. اللي بخوفنا اكثر من انه زياده نسبه خطوره سرطان الثدي من المعالجه الهرمونيه بعد سن الياس، يعني بعد سن الياس بتعاني المريضه من هبات حاره كثير بتكون مزعجه جدا جدا جدا. في ادويه بياخذوها فنحن تماما لحتى نخفف، فهي بدنا نحن نعوض هرمون الاستروجين لانه هو اللي بينقص واللي بيسبب هذا الموضوع، وهذا بيزيد نسبه خطوره سرطان الثدي. اما عند البنات الصغار اكثر شيء طبعا ننصح الرياضه والابتعاد عن الوزن الزائد، لانه النسيج الشحمي هو مكان لتشكل هرمون الاستروجين، وبالتالي بيزداد عندي للاسف خطوره سرطان الثدي بهيدي الحالات. طيب دكتوره، خلينا نحكي يمكن اللي عندهم حاله وراثيه بالعيله، خلينا نحكي عن نظام حياتهم كيف لازم يكون مختلف، نمط الحياه يكون صحي، يلعبوا رياضه، لانه هن مهيئين اكثر من غيرهم. نحن بنعرف السرطان تمام هو طفره جينيه انت بتحفزيها، فحتى لتحافظ على هي الطفره بحيث ما تظهر بشكل مبكر، كيف فيها تحافظ على نمط حياتي سليم؟ تمام، نرجع بنحكي انه الرياضه، ابتعاد عن الاكلات والوجبات السريعه، وبالتالي انه زياده الوزن بنحاول نخفف التعرض للمعالجات الهرمونيه، يعني هدول بننصحهم ما كثير يستخدموا حبوب مانع الحمل لانه هن عندهم خطوره اكثر. العامل النفسي يمكن بيلعب دور، يعني الشخص مثلا لما يكون عنده حاله بالعيله بتلاقي عم يفكر او متوتر او بشكل خايفة. عام ما بتزيد خطوره سرطان الثدي، اوكي بتعمل توترات وهيك، ومثل ما حكينا بننصحهم دائما انه البدايه المبكره بالفحوصات دائما والهيدا، بس انه اكثر شيء طبيعه الحياه، الابتعاد عن الاغذيه الهرمونيه مثل ما حكينا هلا انه اغلب اغذيتنا فيها هرمونات كثير، بس انه اكثر شيء انه التعرض هو لهرمون الاستروجين. في عوامل مؤهبه ثانيه بنبحثها عندهم، اذا كان في عندي سن بلوغ مبكر، يعني اذا بلغت المريضه من 12 سنه وسن الياس تاخر عندها، فكمان هيك بتكون عم تتعرض لدورات تمصيه اكثر دليل استروجين اكثر، وبالتالي انه هدول لازم ندقق عندهم كمان اكثر. والابتعاد عن، يعني اهم شيء انه ما يكون عندي زياده وزن لانه كثير عامل خطوره لسرطان الثدي وحتى لسرطان باطن الرحم مشان الاستروجين. تمام دكتوره، اذا الصبيه عندها سرطان ثدي وفيها تحبل، واذا حبلت الجنين بيعيش بأريحية وفيها ترضع وفيها كل شيء او لا؟ تمام، هلا هي نقطه كثير مهمه، احيانا بنكشف سرطان الثدي اثناء الحمل. صحيح. يعني فاذا كان خلال اول 3 اشهر فنحن مشكلتنا مو بالكشف او حتى بالعلاج الجراحي، يعني هذه في امكانيه نحن نعملها، بس انه مشكلتنا بالعلاج الكيماوي اللي راح تتعرض له المريضه. هلا بعد 3 اشهر الاولى ممكن نحن اذا اضطرينا، وطبعا حسب الدرجه، يعني نحن عندنا درجات من 0 ل 4 حسب الدرجه اللي بتتشخص لسرطان الثدي. اذا معها من قبل بتحبل ولا لا؟ إذا شفت شفاء تام، إذا معها، إذا هي مصابة. لا هلا بدها تكون عم تخضع لعلاج هيك، بس نحن إذا شفت شفاء تام، يعني بعد متابعة كاملة لمدة سنة إنه ما عاد عندي أي أعراض لأي وجود لأي انتقالات،
بتقدر تحمل. بس اذا حملت هي ومصابه، يعني في عندنا حاله بدايه الاصابه كانت هي مع بدايه حملها وولدت وجابت توم، هون ما بيأثر قديش نهائياً؟ ما بيأثر للحمل يعني ما بيأثر السرطان الثدي على الجنين ابدا باي تطور. نحن بنحدد يعني فينا مثل ما حكينا انه ناخذ خزعه من الهاي ونحدد الدرجه ونحدد النوع، وحتى اذا اضطرينا لاستئصال جراحي اثناء الحمل فينا بنأخر العلاج الكيماوي، يعني بصير هذا الشيء بقى بالتنسيق بين طبيب النسائي وطبيب الاورام، بتكمل حملها بشكل كامل وبتولد بشكل نظامي ما في اي اشكاليه من هذا الموضوع. دكتوره انت مع استئصال الثدي للوقايه بشكل كامل؟ يعني شفنا حالات عاد الى مرض سرطان الثدي، يعني بعد الشفاء استضفنا حاله يمكن بعد 3 سنوات عاد الى نوعا ما. لا طبعا اكيد لا، نحن انه مثل ما حكينا طبعا اخذ القرار بالعلاج الجراحي بالاستئصال الجزئي او استئصال التام وتجريف العقد الانفيه تحت القبض هو كله بيكون حسب الدرجه وحسب نوع السرطان، هو اللي بيحدد انه نحن لا بنستأصل بشكل تام ولا لا استئصال جزئي. ف يعني نسبة النكس انه قليلة بس انه واردة، نحن ما فينا نمنع، بس انه لا يعني اذا استأصلنا الثدي بشكل كامل ممكن تظهر حتى كتلة يعني انه نقائل بأي مكان حسب الدرجة، فهذا لا ما بنصح انه ولا استئصال من باب الوقاية انه. فمثل ما حكينا نحن بيحدد لنا انه طريقة العلاج هو درجة السرطان ونوعه. تمام. دكتورة لكل حدا عم يتابعنا وعنده حالة من سرطان الثدي بأي نوع من ان شاء الله انه بسيط او كتير كبير، خلينا نحكي شو هي الحياة اللي لازم تتبعها هي السيدة، يعني شو هي الأدوية اللي لازم تبتعد عنها اذا كانت تعاني من سكري، اذا كانت بتعاني من غدة، من ضغط، خلينا نحكي في هدول الأمراض او الأدوية ممكن هن يعملوا فيدباك على المرض او على أدوية السرطان المعالجة السرطان. هلا اكثر شيء نحن حكينا انه حسب طبعا نحن حتى لما من شخص السرطان بنشوف في له مستقبلات هرمونيه ولا لا. فاهم شيء هي فقط انه الادويه الهرمونيه هي اللي بننصحها انها تبتعد عنها، اللي فيها استروجين. اذا في مستقبلات هرمونيه نحن ممكن نعطيهم دواء انه نحن يعني نصب التاثير هذا الاستروجين على سرطان الثدي وبالتالي بتاخذ نتائج منيحه، وهذا الحكي بيكون لوقت طويل. اي منتجات ممكن يكون فيها هذا الهرمون بنخليها تبعد عنه، ما تبقى ما عندي اي اشكالات بنمط الحياه لا بالضغط ولا بالسكري ولا بالغده ولا أبداً. بس الأهم شيء الرياضة لأنه كمان بتزيد من الحماية، والابتعاد عن أنه زيادة الوزن، والابتعاد عن الأدوية اللي بتحتوي على هرمون الاستروجين. هدول أهم النصائح اللي هي لازم تبتعد عنهم. نسبة الشفاء كتير منيحة إذا تشخص بشكل باكر. حكيتي دكتورة نقطة مهمة، يعني من 0 لـ4 هي مراحل طبعاً. ممكن من خلال الكشف يتم بأي مرحلة طبعاً. هون أيمت بيتم المعالجة بالكيماوي؟ يعني لما أقول مرحلة 1 أو 2 فينا يكون في معالجة كيماوية عادة نبلش من المرحلة 3، يعني 2 ممكن ناخذ علاج شعاعي، يعني حسب نوع كمان الخلايا اللي بتكون موجودة، حسب الغزو اللي موجود، حسب إصابة العقد اللمفاوي. 1 2 شعاعي؟ شعاعي. 3 كيماوي. كيماوي. نعم دكتورة، يعني خلينا هيك نحكي بنقاط كتير مهمة. من بعد حالات الاستئصال عم نشوف عودة المرض إلى السيدات، خلينا نحكي من بعد حالة الشفاء كيف لازم السيدة هي تكون حياتها من حيث الأكل، من حيث العناية بحياتها بشكل أكثر مشان ما يرجع للمرض. هلا يعني الصراحة بعد الشفاء التام ومتابعة لمدة سنة نادرا كثير انه نشوف الحمد لله انه والله انه نكس، يعني في كثير حالات مرقت علينا ما في نكس وتزوجوا وانجبوا اطفال وعايشين لهلا حياتهم النظامية العادية. طبعا هلا بنرجع بنأكد دائما على التمارين الرياضية، على تجنب الاكلات اللي فيها الهرمونات، عن تجنب الغذاء السريع والمعالجات الهرمونية يعني بكل انواعها. يعني دكتورة حتى عم نشوف كثير من السيدات عم يعملوا عمليات تجميلية لإعادة ترميم الثدي، هذا الشيء هي المواد إن كان سيليكون وإلى آخره، هي ما بتأثر على تمام رح نحكي عنها يعني نقطة كثير مهمة طبعا كثير السيليكون ما بيزيد أبدا من خطورة سرطان الثدي، ما يعني بيزيد أبدا 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 طبعا أبداً. يعني عند الشفاء إذا في حالة ترميم تجميلية تماما فإنه ما في أي إشكالية من إنه إذا حطت سيليكون إنه ما بيزيد أبدا من خطورة سرطان الثدي ولا النكس تبع سرطان الثدي. في بعض الأطباء بفضلوا إنه بيعملوا تصنيع ثدي من العضلات، يعني إنه ما شرط إنه ولا تحط سيليكون إذا المريضة كثير عندها توتر وخايفة من الموضوع، بس السيليكون أبدا ما بيزيد من نسبة خطورة سرطان الثدي، هو بمحفظة معزول عن كل أنسجة الثدي حتى
حتى اللي بيكونوا حاطين خارج الهيدا انه هو بيزيد خطوره سرطان الثدي لا. بس قديش مهم المتابعه الدوريه بعد الشفاء؟ في كثير من الناس أكيد. لانه بتقول لك انا شفيت وبعد 6 شهور ما في داعي، هي متابعه دوريه بشكل حكما حكما اول فتره طبعا هي بقى حسب بقى انه قديش نحن صار عندي اول فتره كل 6 شهور بس انه احيانا ممكن كل 3 شهور كل شهرين حسب بقى انا شو بتظهر عندي بالتحاليل والفحوصات سواء الدمويه او الطبقي او اهم شيء نحن نبحث عن النقائل اللي نحن ممكن نتفاجئ فيها انه والله صار عندي نقائل بالعمود الفقري هدول هن الاسوء. فحتى عام كل عام بدنا نصير بشكل دوري انه والله نحن دائما نعمل فحوصات وتحاليل ونتاكد حتى لو صار عندي شفاء تام وحتى لو رجعنا على حياتنا العاديه وصار انجاب حتى كلنا أطفال. لازم فالمفروض كل عام نرجع اي كل سنه انه ترجع تعمل فحوصات دوريه. تمام دكتوره قبل ما نختم مع حضرتك يمكن بزيدوا هلا الاستفسارات اللي بنحكيها بين بعضنا نحن الصبايا. سيدة يلي ما عندها وقت او ما نقدران يمكن توقف بالدور او تعمل مامو، الصورة العادية بتبين ولا ما بتبين؟ شو قصدك العادية؟ الشعاعية بسيطة؟ لا ايكو بتبين. ايكوغرافي الايكو تمام ببين؟ ايكو ببين. اصلا نحن اول شيء بتجي المريضة بالاعراض انه احساس كتلة بنعمل ايكوغرافي بنشوف الكتلة بس يفضل على المامو جرافي لانه هو ادق بتحديد عوامل خطورة انه هيدي الكيسة انه هي ممكن تكون سرطانية ولا لا. فيها انه حواف غير منتظمة، المحتوى، تكلسات، يعني هيدي الشغلة ما بتبين عندي على الايكو فنحن بنحول على المامو جرافي لحتى تظهر لي هي الشغلات. أوكي. والا بالايكو هو كافي. يمكن معلومات مهمة اليوم قدمتي لنا اياها الدكتورة سوسن محفوظ اخصائية نساء. نتشكرك على وجودك معنا ونوجه تحية لكل النساء يمكن الصابرات هن اللي فعلا مصدر القوة وفي كثير من النساء انصابوا بمرض سرطان الثدي وشفوا فالكشف المبكر كثير مهم. شكرا كثير لك. يعطيكم العافية. شكرا كثير دكتورة. ميرسي على كل المعلومات. يسعد لي اوقاتك وصباح